الحقيقه اجي لك بقى طبعا يا عبد الرحمن، يمكن انا بحب اتفرج عليك، وفي كره يعني بصراحه انا بستناها لما بتطلع تضرب وتحطها في النقطه الشارب جدا في العكس، النقطه العكسيه من الملعب. علمتها من مين دي؟ والله يعني ده شرف ليا اول حاجه لا بتاعنا، طبعا، لا يعني يا حبيبي انت بجد انا شرف ليا طبعا، بحب لعبك قوي. يا ربنا يخليك. والله يعني اتعلمتها يعني بتفرج على اللعيبه بتاعت اوروبا يعني، بس عايزه عوجة كتف كده يعني صعبه. الحمد لله يعني ربنا يعني مسهل عليا مرونه انت شويه. موهوب، وكابتن ميدو لما كان معانا قال لي ان انت لعيب موهوب، هو قال كده. طيب انا عايز اسال شعورك انت بقى، انت بتلعب مع فرقه كلها نجوم، انت لعيب لسه سنك صغير، ومع ذلك ليك وجود في المجموعه وليك دور، ده بيخليك تحس بايه؟ وطبعا على عكس المواسم اللي قبل كده انا كنت لسه لعيب متصاعد من الناشئين يعني، وكان دوري برضو اللي هو ايه العب الادوار التمهيديه لحد ما بالظبط يعني اثبت وجودي وبتاع. عشان تاخد في ماتشات الاهلي. بس السنه دي يعني الحمد لله دوري كبر شويه عن السنين اللي فاتت، صحيح وكابتن ميدو طبعا عارف يوظفني كويس في حتى ماتشات الزمالك، فعلا، ماتشات النهائيات، النهائيات عامه حتى غير الزمالك يعني، ماتشات على بطوله ببقى نازل معرفني دوري كويس ان انا هنزل، انا ببقى عارف كابتن جمعه كابتن تاجر بيتكلموا معايا انا هنزل في الوقت الفلاني. يعني قبل الماتش بيبقوا محضرين معاك، كده يعني كده نزولك في طبعا. اوقات مهمه انا يعني بشفق عليك، تنزل في اوقات ثقه كبيره جدا من الجهاز الفني فيك عشان تنزل في الوقت ده، ده مش صدفه، بيبقوا قاعدين معاك وبيفهموك ان انت هتنزل في الوقت ده، كل ده نبقى بيحضروك عارفين. لكده. كل ده نبقى عارفين قبل ما ننزل ان انا مثلا هنزل مكان سعيد مثلا في اللفة الفلانية، بكل ده بيبقى عارفينه من قبل الملعب، وده بيسهل عليا ان انا ما خفتش؟ ببقى والله طبعا في اول كذا مرة كده الموضوع بيبقى ايه توتر طبعا الرهبة وبتاع، طبعا. بس لو خلاص يعني كذا حصلت في كل ماتشات الزمالك تقريبا في كل النهايات اللي فاتت يعني خلاص اتعودت على وبيبقى الموضوع ليك دور في المكسب، يعني يعني الحمد سواء لله. بارسالاتك او باستقبالك الغريب، يعني الله اكبر، يعني احنا بنبقى متوقعين منك الضرب، انما لما يبقى مساهمتك مع الفرقه كمان في الاستقبال والارسالات دي بتبقى حاجه برضو خبرات بتكتسبها. الحمد لله طبعا يعني، واتمنى اساعد الفرقه اكتر واكتر يعني، كمان ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي جايه يعني، ان شاء ولسه الله ان شاء الله. طيب قول لي ايه يعني، اكيد كابتن ميدو لما بيقعد معاك يعني، والجهاز الفني كابتن جمعه كابتن تامر تايجر بيقعدوا معاك، اكيد بيبقى فيه بعض النصايح، فيه توجهات، انت ما شاء الله لعيب موهوب والكل اجمع على كده، لعيب موهوب فعلا، ربنا يخليك. بس اكيد في بعض التوجهات، في بعض النصايح اللي بيدوها لك، والنصايح دي لما بتاخد بيها بتظهر بشكل كويس، ايه ابرز النصايح دي؟ انا عايز الكواليس دي. والله برضو زي اي لعيب صاعد يعني انا ببقى عايز اشارك اكتر وعايز العب طبعا اكتر طبعا ونفسي يعني عندك حماسه يبقى وغير عايز تلعب طبعا، ليا دور اكبر في لو ما المكسب جالكش الاحساس ده ما ينفعش تلعب في النادي يبقى في الاهلي. حاجه غلط. في حاجه غلط. بس في ماتشات كتير يعني ببقى خارج اللي هو مثلا متضايق ان انا ما شاركتش بدور نفسك اكبر تلعب. يعني، نفسي العب طبعا. فكابتن ميدو وكابتن جمعه وكابتن تايجر كابتن تامر تايجر بيقعدوا معايا لو ما تستعجلش هيجي لك وقتك، هتلعب قدام، انت اللي هتشيل الفرقه قدام، اتعلم دلوقتي من اللعيبه اللي موجوده معاك، حاول تطلع باكبر فايده يعني، اللي هي النصائح اللي هو يعني كلنا طب عارفين. هقول لك على حاجه، تصدق ان انت حتى في مشاركتك القليله وانت اكيد حاسس بكده، بالرغم ممكن تشارك دقيقتين ثلاثه، عامله بصمه كبيره جدا مع جمهور الاهلي. الحمد لله بصراحه، وده المهم في الموضوع خدت انه